دي الدور عينها مفتوحه وغيرها في الفاينل وفي سكوات كبيره كتير. لعيب جامد جدا، اجريسيف جدا، هاجم كتير، جيب باور كتير، عنده كل حاجه في الكتاب فعلا. دي حاجه كويسه لمصر وفي ناس صغيره وطالعه كده، هو ما بقاش صغير خلاص، هو بقى واحد بين الوطنات يعني. فيا ربنا يوفقه النهارده ان شاء الله ويشتغل في مصر خالص. كابتن علي مبروك التأهل ومبروك صدارة التصنيف العالمي. مباراة النهاردة يمكن بدأت بخسارة الشوط الأول، إزاي قدرت تعدل خطتك بعد كده وتكسب الثلاث أشواط التانيين؟ وكمان كان في كلام كتير مع الحكم خلال المباراة، إزاي قدرت تتغلب على ده بشكل تام؟ طيب بالنسبة للبداية حتة الملعب عشان الجو حر، الملعب صدري جدا فيه عالي جدا، أنا ما كنتش عايز أضرب كورة جامد زيادة فتبقى عالية وما فيهاش وزن جامد خصوصا مع اللاعبين المصريين والناس بتشوف مشاحنات كده جوه الملعب، لكن المفروض ان بره الملعب بنلاقي ان اصحاب جدا وكده، فازاي بتقدروا تفرقوا بين الكلام؟ صعبه، هي من اصعب الحاجات زي ما انت بتقول يعني. احنا المصريين طبعا من اعظم الناس في اللعبه، بس غير ان هم جامدين بيبقى في حته معنويه كده خصوصا عنك، لان انت اصحاب جدا بره الملعب يعني. انا لما سبت بطوله العالم كان مروان واقف، كان محمد بيشجعه، يمكن اول واحد جه قال لي مبروك هو مروان، فده يدل قد ايه احنا اصحاب بعض بره الملعب وجوه الملعب. غصبا عن الواحد هو بيبقى كل واحد النفس البشريه عايز هو اللي يكسب، فبيبقى في شحنه بس مش على بعض يعني. عمر ما كان في حد تجاوز الخط، وحتى لو حد فينا عملها بنعتذر لبعض على طول. ف يعني وات هابنز اوف كورس سيزون كورس زي ما بيقولوا، مفيش حاجه حصلت، وانا ومروان هتلاقينا بنتمرن مع بعض الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا جدا، شكرا.